يا جماعه قسم بالله كل ما نكون صور تعبانين. لا لا مو تعبان، لا مو تعبان، فيني انرجي بس يا تصحين من النوم يا رايحين ننام بعد ما نخلص. انت مشكلتك، انا اول مره اشوف واحد يروح الجامعه عنده كلاس الصباح وبعدين كلاس الثاني الساعه 8 بالليل. جامعتنا كذا اقسم بالله. اي مشكلتك اقعد يلا تحمل بخلود. اتحمل ايش دوام؟ تخيل يا جماعه دوام من 9 ونص الصباح لين 12 كلاس، بريك 8 ساعات، ويجيني هذا متى نصور؟ بجيك الساعه 1. طيب اكيد خلني انام، خلني أنام. اقول لك صار بجامعتي؟ قول ايش صار؟ الفيديو الجاي. يا علمك علمك. تكبر علي انا الفيديو؟ لا لا تكبر، خلها بالقصة. لا. طيب يا جماعة زي ما قلنا لكم اخر فيديو انه بنسوي رياكشن على مقاطع قديمة في ال... طلع اليوم يوم الفضايح، يوم الفاين ويوم الكيك. يوم الفاين والكيك يا جماعة، طبعا كنت مشهور ايام الفاين والكيك، الفاين كان عندي تقريبا 9 عشر. مشهور متابعينك 300 شكلك. لا والله واجد والله. 9000 10000 متابع ايام الفاين. والكيك كان عندي 25-30 ألف يا جماعة. 30 ألف ترى وقتها 30 ألف كان موثق حسابي. 30 ألف يعني يا جماعة 30 ألف قاعد أسوي إعلانات شركات كبيرة. أرامكو كلموه قال أنزل لنا فيديو كيك. وشو؟ إيه وجبتي. سبحان الله دائما أنسى. والله يا جماعة أن بخلود كان بياكل وجبة قبل ما يبدأ تسويه، لكن أنا اللي قمت شغلتها صح ولا لا؟ ما أقدر والله ما أقدر، ما يجون أكل شيء والله كلنا ما يجون. طبعا يا جماعة بخلود خلاني أمسك وياه دايت اليوم سناكات. وش ذا سنيكرز؟ لا سناكات، شو بروتين بنات بيتر دارك شوكليت. وهذا إيش ده؟ مش إعلان والله يوسف مضبطنا أول مرة، جايب ألموند كوكونت وجاي أول مرة؟ آخر مرة من جايب السينيبون؟ انا جايب السينما. طيب انت اصلا. وهذا اسمه مكسرات فيها ملح بحر وعسل، وهذا دارك شوكليت وبينت بتر. طيب يا جماعه اللي يحب ياكل روب والله انصحك بالروب، مو باعلان بس جد، ذا الروب الزبادي اليوناني يا اخي، فيه نسبه بروتين ونقي واحلى من طعم الروب العادي. صح تاكله واضح انا مره حلو مره لذيذ، وفي منه بعد اللي زي اللبن كنت تشرب على طول بعد برضه حلو. طيب ايش رايك نبدا الحين؟ هوب يلا اسمع، تبي نبدا فضايح من الاقل للاكثر فضيحه ولا انه تدريجي؟ كيف يعني؟ انا بوريهم عشوائي مقاطع فاين مقاطع كيك. والله؟ اي احسن. بس ذاك المقطع خله اخر شيء تكفى. المقطع؟ المقطع ذاك اللي وريتني اياه من زمان تذكر؟ في مقاطع من المقاطع كنت انا اول ارقص بريك دانس، اللي ما يعرف فبوريكم مقاطع. بيشوفوا 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 بيشوفوا. يلا يلا. المقطع الاول. يوسف سؤال. هلا. الحين هل كنت راقص محترف؟ كنت ارقص بريك دانس لدرجة اني كنت بروح ارقص قتال. عشوائي ما راح. بس ليش؟ ليش 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 وقف؟ وقفت، حسيت اني كبرت على هذه الرياضه. ليه؟ لا والله في كبار يلعبونها، ليش ما احترفت؟ في تحفيز عالي من اهلي كانوا يقولوا لي دائما ركز على الدراسه ركز على الدراسه. طيب تركز بس الدوام يعني ما ياثر ركز يعني. على الدراسه ركز لين فتحت قناه يوتيوب. بوريكم اكثر من مقطع، طبعا ما عندي مقطع طويل مدة دقيقه ودقيقه ونص كله في رقص، لا مقاطع 2014 15 16 لين اخر مره قبل سنتين. حلو يعني بنشوف وجهك من يوم انت صغير كتكون. من يوم انا صغير والله اتوقع نص الكومنتات بيقولوا هذا مو بنت، واللي مو مصدق شوف. اي هذا اول مقطع يا جماعه. الله هذا ورا بيتكم قديم، هذا هذا نفس الحاره هذه. شوف المهارات. شوف شو يعني تيشيرت مدريد يوسف، والله فنان والله يا جماعه. اني كنت افت اقول لكم طول اليوم ارقص والله، عشان كذا كنت ما شاء الله كل جزء يتحرك لحاله، وكنت عشان كذا كنت شوف شوف حلو حلو. بس 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 الله. شوف هذه اسمها حركه الموجه. شلون؟ الموجة هذه. اصبر اصبر. لا 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 شوف لا شوف لا شوف لا لا لا, لا. ايه ده؟ فنان ولا مو فنان؟ يا جماعة اعترف قول الصدق. انا اقول الحمد لله ما راح اعرف قتال، انتوا شو تقولون؟ بقول شيء. طيب يا جماعة تركت كل أماكن العالم والأرض هذه كلها صورت عند الجراج. شوف المكان. سؤال أصلا شوف المكان ما في إضاءة. في إضاءة. ثاني شيء أنت مصورة بآيبود تاتش ما في فلاش. يعني روح مكان فيه نور. ما في فلاش لابس أسود يا جماعة، كأني أقول حق المشاهد. أتحداك تعرف إن هذا أنا. طيب هذا يا جماعة مقطع قريب اللي مو مصدق إن أنا. شوف. كم من متى؟ أوه لا هذا شوف شكلك واضح إن أنت. قريب ذا. العب. ايوه حركة الركبة لحد الحين موجودة شوف. لا صراحة مهاراتك للحين موجودة، إذا تبي ترقص بهالفيديو بعد كيف؟ لا 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 خلي خلي خلي.
شوف اذا وصل المقطع هذا 100,000 لايك بنزل المقطع رقص دقيقه. والله لا لا جد 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 لا لو والله لو وصل انا غصب عنه بخليه يرقص وبنزلها باليوتيوب. 100,000 100,000 100,000 لايك 100,000 لايك والله يسوونها والله انه صح. اول شيء طبعا مبروك على 60,000 متابع صح بس 61 على ما نزل ان شاء الله. 61,000 هذا او 62,000 بيكلمون ال 100,000 بيجيبونهم يجمعونهم جروبات واتساب. طيب اسمع اسمع لا تسوون اذا وصلنا نص مليون متابع اسمع يا ام المسافه نص مليون متابع نرقص نص مليون عشان ترقص بس انا اقول ما ابي ارقص شفناه بالفيديوهات هذه الحركه يا جماعه كنت ارقص ومعطي الكام ظهري العب طبعا حركه القبه يا جماعه دي اتميز فيها انا ما شاء الله طبعا يوسف نسى ترابيزه في البيت بالي ترابيز صح؟ جسمي فاضي حلو والله اني اتذكر ذا الفيديو بالكيك المشكلة في مقاطع الكيك انها كانت ترى مدتها قصيرة مرة يعني زي حتى الفاين والفاين اقل بعد بس الكيك تقريبا كان 33 او 34 30 ثانية الفاين وين 6 ثواني الفاين 6 و7 ثواني بتخيل ان انت تبي تطلع مهاراتك بالست 7 ثواني مستحيل والله مرة صعب مرة صعب فيوسف ايش كان يسوي؟ كان بس يحرك رقبته ويزيدون فلوس والله يشوف دافعين كفك اوه بنزلها بخليهم يشوفوا لا ممكن مره كفك انت تعطيه اسمع هالمره كفك غير اصلا طبعا يا جماعه الحين بندخل بمقاطع الفاين القصيره طبعا القناه كانت اللي مش قناه او الحساب الفاين اللي كنت مسويه انا كان حقي انا ودحوم اي اتذكر اي دحوم خليك وشوف الفيديو لازم تشوف الفيديو بداحم ترى دحوم ما كان موافق ان ذي الفيديوهات تنشر والله رغم عنا نشرناها والله اني قلت له قبل كم يوم قلت له ترى شوف بسوي رياكشن على مقاطع الفاين قال لي هي مالك داعي قلت له اقول بتشوف الفيديو وتحط لايك انا اعلمك ابو داحم والله شوف هذا مقطع هو يا اخو صغير احمد هذا اول مقطع عليكم اخوي كيف كان اداءك اليوم بالمباراه والله الحمد لله شوف وجه يوسف سب يا اخوي كذا والله اسف يا اخي طبعا يا جماعه هذا الفكره ان لما انت الحين لما تسوي مقابله تلفزيون مو دائما يجيك واحد مره يسوي حركات ويكلم يسلم كان اهلك كلهم هذا اللي يصير لو اكيد طيب شغله عشان يركزوا مره ثانيه يلا السلام عليكم اخوي كيف كان اداءك اليوم بالمباراه والله الحمد لله فزنا والله وفقنا يا حليل احمد تصوير الله اسف يا اخي شوف كان كدش طبعا هذا اللي غسل يده وما في كلينكس بالمغسله او الحمام اللي هو فيه الله يكرمكم فشوف ايش اللي يسوي والله كان عندكم افكار في افكار ان شاء الله عليك دحوم عضلات ماشي يا حليل يا ابو داعم دحوم اذكر دحوم ذيك الفتره تعذب مع يوسف في الباين تعذب والله اني عذبته يا جماعه كلمه الحين جو على حسابه هنا حق اللي يطلبون مطعم مثلا طلب الساعه 7 والساعه 7 10 دق عليه يقول له ترى تشيك متاخر ثلاث ساعات طبعا انا ليش اشرح لكم خلاص تقول النكته خلاص ترى سخيف يا الله خلاص خلاص ورنا الفيديو شوف الساعه 7 يسر ماكدونالدز وتجيب واحد مكشكل مع بيبسي اوكي وين ساعه 7 10 التاخير ثلاث ساعات يا جماعه خلص المقطع ما يمديك تصور شيء بس بس صراحه جيدين ان انتم كنتوا توصلون ذيك الفكره يعني في طيب انت بذمتك الحين لو انا ما شرحت لك الفكره هل تفهمها على طول؟ اكيد يعني مش غبي انا ما ادري كيف الاكل يا جماعه برجع لفقره الرقص هذا واحد يرقص رقصه احترافيه شوي حبيت الفكره منه وقلت ابي اقلده شوفوا فكرته وشوفوا مين افضل انا ولا هو هذا هو الاول هذا صاحب الفكره هذا صاحب الفكره شوف زي كان يتحكم فيه بالريموت كنترول مره مبدع طيب هنا جاكم يوسف ثلاث ساعات شوف شوف دوانية بدر دوانية بدر وشوف الحركة كيف انه من ابو بسك اجين شغل فيديو قسم بالله ان يوسف سواها احسن بس انا الفكره منه صراحه انه كان كل احد يقول لي كيف يوسف فكرت بهذه الفكره كنت اقول له من افكاري وتحياتي وشكرا لك يعني من يومك بوق اشياء من يوم يا بوق اشياء والله انا مجوعتني شوف هذا بعد فيديو فاين يوسف وجهك يا وجهك مقرب يا جماعه شوف الفاين حقنا حاطين الحساب دي كي شرطه تحت واي اف لا احد يضيفني لانه مقفل الفاين يا مستفز اقسم بالله شوف وجهي شوف بس ايه
بس الحين تعطي نفس المهارات. لا والله ما صرت اسويها الحين صار كذا اللي اللي اوه هذا وشو؟ ايوه عجل هذه. لا 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 ايوه تعال انت انحاش الحين يا جماعه هذا مقطع فيه هذا وبسوي نفسه انه يطقطق عليه ايام الماين. شوفوا وجيهنا يا جماعه ذا الفيديو كان 2014 2013 2000 وممكن مو 13 يا جماعه شوفوا وجيهنا شو من طالع بالفيديو طيب سلطان سعد زحمو رامين على اشكالكم يا جماعه انتم ما تشوفوا وجه سعد كنا ولد الدون مع هذا دحوم ولد خالتي هذا بدر شوف شو وجهي يا عم ايه ده داني داس هس 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 ها داس هس مين ده شو سلطان يا الليل اوف يا جماعه لو تشوفون وجه سلطان هذا الشخص اللي ورا الحين ما راح تعرفونه يا والله ركزوا ركزوا في وجه هذا الشخص اللي ورا الحين هذا اسمه سلطان هذا ولد خالتي طيب بحط لكم صورته الحين مع هذا صور السلطان الحين شفتوا الفرق مين هذا اقسم بالله تغير 180 درجه مو 180 فر 6 مرات والله جد والله مره تغير ايش الفكره اللي كنا نسويها ما ايش انا معطيها حق عصا السلفي عرفوا ثبت الوضع غريب انت اطول يد مع ان يدي اطول من يدك دحوم يا اخي جعان في مطعم تقول دي فاض مشينا يلا سمبوسه شوف القلب طبعا اتوقع سمبوسه هذه فتره مقطع سمبوسه كان مقطع اللي مشتهر بعد رمضان يقول سمبوسه طيب هم ما يدرون الحين ان اللي جاء قال سمبوسه اللي هو القلب مشينا شوف عندكم سمبوسه كبير شوف يا شوف يا شوف زلفه مستفز لا 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 كيف حالك كنني بخير لكنني حسينة سيمانة العرب شو فشل مرة بالأيام الكيك يعني وقبل فترة لقيته يا جماعة واحد ناشرة في التيك توك موصل 120 ألف أو 100 ألف فيوز أحيو. إيه والله يعني ماخذ الفيديو من ايام الكيك تخيل من 2000 وما ادري كم حافظ الفيديو انا حاطه بالانستغرام حقي وحاطه بالتيك توك 100000 فيوز على حسابي ليه 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 فدا الفيديو بس شلون جات الفكره انه يحطه بالتيك توك المقطع انتشر ومن كثر ما انتشر الناس قاموا يطقطقون علينا وشوفوا ايش اللي سووه نت فجاه كلني بخير لكنني شوف وجه يوسف يوم يتو العب الله والله جلدونا يا جماعه جلدونا والله ما حد قالك عاد شفت شفت شكل طيب انا توقعت انه كذا يا اخي الوضع مبزره طيب انا اعلمك هذا محل هذا مين نعطيه موظف رامكو انت شو بدر شو كنت تسوي بعد شوف الفوسه الفوسه شو كنت تسوي شو 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 هي طقطق علي صح؟ اوكي وشو؟ شو؟ لا يا جماعة لا يا جماعة هذا ابو خلود هذا اول ما بديت اتمرن شوف البر اقوى مني والله البر اقوى مني شوفوا هذا مو انا ما شاء الله شوف الفرق يا جماعة نيفر جيف اب اقسم بالله شوفوا كيف كان شوفوا ما شاء الله كيف صار انا يا جماعة بديت من ايام نهاية المتوسط او بداية الثانوي اوه شوف هذا كنا كل ويكند نروح هذا انا هذا يوسف هذا اسمك انا ادري دحوم بدر جماعه هذا مقطع صورناه مقطع عفوا طبعا غير الكيك وغير الفاين بسناب صورناه كذا صدفه وشوفوا ايش اللي صار بالفيديو شوف نبي نجيب الكوره هذا بيت احمد ايه نبي نجيب الكوره ما دخلت حلو شوف سعود ايش سوى هذا سعود ايش سعود دخلها شلون شفت كيف شفت بقى اجين شفت الحين لما سوينا لعب سعود شوف الفيديو تكفى شوف ما دخلت شوف ما دخلت ترى طلعت من برا سعود شفتها شوف سعود شوف سعود شوف سعود سوى كذا بس ودخلت ولا شلون بلحظتها كنتوا تصورون طيب الحين طلعنا جزء بسيط من الفضايح في اشياء كثيره ما قدرنا نطلعها بس قلنا اذا عجبتكم السلسله ذي حطوا لايك بنطلع فيديوهات فضايح اكثر
واحنا صغار اكثر. طيب شو الشيء اللي يضحك؟ عشان نفسي اني زعلان وانا مبسوط اني زعوريتهم. هو صح ان ماضي قديم مره، بس انا ولحظتها وايام يعني تقريبا ايام المراهقه، اني لسه مراهق بزر ما تقرا. يقولك الشخص راهق لين عمر 30. جد والله؟ اي والله. طيب ما كنت ندمان على الايام هذه، كنت مبسوط وانا انزل، كنت اصور يلا دحوم يجي من الجبال نفس ما يجي ذا من البحرين، يلا خلينا نصور. فكنت مره انا احب الشغله، فبديت فيها بالفايل والكيك والله وفقني، بس تهكرت حساباتي كلها وبعدها تعبت والحين فتحنا قناه. هل تفكر انك ترجع لو في امكانيه للرقص؟ لا أو الرقص اوكي ممكن الرقص، بس ان ارجع للكيك والفايل لو يفتحون مره ثانيه، عشان اذا جاء لايكات ننزل فيديو الرقص. جد والله 100000 برقص؟ اي والله بتسوي غصب عنك. وش غصب عنك بتسوي يعني انت؟ لا ترقص غصب يعني. بال طير طير ببتزك بوقفك بصور كذا لين ما ترقص. طيب يا جماعة يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، وإن شاء الله عجبكم الجزء هذا من الماضي الأسود حقي وباقي ماضي أسود خوينا. طلعت لي أربع فيديوهات الحين على مدى فيديوين بس وباقي لك واجد. ما نسيت شكل صغير كانك صياد تتذكره. صار ذيك لابس كام معطيها يلا رحلة بحرية ها؟ المشكلة لما خويك يعرفك من يوم تصغير. أيوه عاد تقرب لي يا رجل. يعطيكم العافية، لا تنسون اللايك ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، قربنا على 100000. شو رأيك؟ ايش رايك وانا اقول لهم نوصل 100000؟ ترى باقي تدري كم؟ 40000 بس تخيل 40000 اشتراك ولايك وباي. يلا حبك.